أهم خطوة قبل المضي في أي رحلة هو إقفال الأبواب والنوافذ الخلفية للسيارة تجنباً لمحاولة الولد فتحها أو الوقوع منها. أكاديا تتميز بنظام تحكم بالأبواب والنوافذ من جهة السائق. بكبسة واحدة يوصد الأب السيارة بالكامل وتكملان سيركما مطمئنين على الولد، فهو لن يؤذي نفسه مهما فعل. والآن طفلي بأمان بحضن أكاديا.